السلام عليكم. يكاد يكون العرب الأمة الوحيدة في العالم التي لا تعرف الاقتراع الشفاف والحقيقي، ولا تعرف تداول السلطة، بل لا تعرف حرية التعبير السياسي بلا عواقب قد تكون أحياناً كارثية. هذا ما يراه كتاب ومفكرون ومثقفون عرب كثر، ويعلنون ذلك بغياب الديمقراطية في الدول العربية. بناء على هذه المقاربة، ثمة ربط بين الانتفاضة العربية التي هبت من تونس قبل 10 أعوام وبين حلم الديمقراطية في المنطقة، فهل حقا هذا الربط دقيق؟ لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال، ما طبيعة الديمقراطية المتخيلة في العقل العربي؟ وهل ثمة تلازم حتمي بين الديمقراطية وحرية الرأي؟ هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. الديمقراطية، ذلك المفهوم الشائع في عالمنا اليوم، لا سيما لدى الشعوب العربية المتعطشة للحرية والتي ترزح في ظل أنظمة تمارس الدكتاتورية باحترافية عالية، لكنها تحاول أن تضفي على نفسها صفات الديمقراطية وتدعي تمثيل الشعب لكسب شرعية تتسلط بها على شعوبها. نالت فكرة الديمقراطية حظوة كبيرة في الساحات الإعلامية العربية، وشكلت قضية أساسية ومحورية لدى الجماعات السياسية والحقوقية باعتبارها الوسيلة التي تمكن الجماهير من انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصياغة مستقبل مختلف وعالم أفضل. ومن هنا تتطلع الشعوب إلى الديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي حين يكون الشعب هو مصدر السيادة والسلطة. إن جوهر الديمقراطية ونواتها المركزية هو الحرية، فكل ما تهدف الديمقراطية إليه بكل تعقيداتها وإشكالياتها هو في نهاية المطاف تحقيق حرية الفرد وحرية المجتمع في اتخاذ القرارات المصيرية، بالإضافة إلى التداول السلمي للسلطة، وهذا ما يتوق له المواطن العربي. الدول العربية أخذت الحيز الأخير بين ترتيب مناطق العالم في مؤشر الديمقراطية الذي تصدره وحدة إيكونوميست إنتليجانس، إذ حصلت على أضعف أرقام المناطق الجغرافية الواردة في التقرير. ويبدو أن الديمقراطية لن تحل مشاكل العالم العربي الذي لا يزال يتخبط في مستنقع من المفاهيم والسلوكيات التي لا يمكن أن تساعد على ولادة أي نوع معقول من الديمقراطية. فالنخب الديمقراطية بعيدة جدا على أن تقر وتعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب وبحقه في المشاركة فيها. الحياة السياسية لا تزال بشكل عام محتجزة وأسيرة تماما في معظم الدول العربية، ولا يزال من الصعب الحديث عن تنافس حقيقي ونزيه على الحكم أو تداوله في عموم البلاد العربية، مع أن الشعوب لا زالت تحاول قطف ثمار ربيعها العربي الذي قد يؤتي أكله بعد حين. العرب والديمقراطية موضوع أبحثه مع ضيفين كريمين عبر سكايب من الخرطوم، غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني، ومن لندن الدكتور جعفر الهاشمي الحقوقي والباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت من لندن دكتور جعفر، يعني الديمقراطية تشكل هاجسا بل حلما، يعني لا يفرق منامات الكثير من المثقفين وحتى يعني بعض الشعوب العربية. السؤال هو كيف يفهم العرب هذه الظاهرة السياسية؟ كيف ينظرون إليها؟ بداية تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام وأيضا المشاهدين الأعزاء، كما حملوا. أنا بتصوري أنه الواقع المواطن العربي هو واقع مزري، واليوم المواطن كل ما يبحث عنه هو يريد الخلاص من هذا الواقع، سواء كان واقعا سياسيا أو واقعا اقتصاديا أو واقعا حتى اجتماعيا. هذا من جانب. الجانب الآخر، بعيدا عن الأدوات والوسائط والوسائل، حصل لدى المواطن العربي انطباع بأن المخرج الأفضل والوحيد الموجود هو هذا المفهوم، مفهوم الديمقراطية المنمق، والذي ارتبط في ذهن الإنسان وفي تصور الإنسان العربي بكل ما يسمعه من تطور وتقدم ومساواة وإرساء عدل وحقوق الإنسان في المجتمعات التي مارست الديمقراطية. بعيدا عن الواقع، المواطن العربي
سواء كان تحت مظلة الإعلام الغربي أو سواء كان بأي شكل من الأشكال، هناك حصل له نوع من المثالية في هذا المفهوم، ولذلك هو يرى بأنه المنفذ الذي قد يجلب له حقوقه ويخلصه من هذا الواقع المزري هو شيء اسمه الديمقراطية. لذلك أصبح طموح إلى الإنسان المواطن ليس من أجل أن يطمع في شكل السلطة التي هو شكلها الديمقراطي، وإنما لغاية أخرى أبعد من ذلك، ألا وهو تحقيق العدل الاجتماعي والخلاص من سيف المستبد، وهذه الديمومة التي كلما مر عليها الزمان رجعت إلى القهقرة وأنزلت مستوى الإنسان العربي إلى الحضيض، بحيث اليوم أصبح المهم للإنسان العربي هو الطموح إلى أقل ما يمكن من متطلبات الحياة، وليس حتى بالنسبة إلى الحقوق السياسية. وبناء على ذلك أنا بتصوري أن مفهوم الديمقراطية من ناحية سيكولوجية لدى الإنسان المواطن العادي في الوطن العربي هو مفهوم محسول جميل منمق، هو الخلاص والطريق الأوحد لخلاصه من هذا الواقع، ولذلك سواء كان يعي بمحتوى هذا المفهوم وملتزماته أو مستلزماته وشروطه وأركانه أو بدون وعي، المهم أنه هو يحمل هذا التصور وهو يريد أن يصل إلى مبتغاه من خلال هذا التصور. إذن يعني هو يحمل هذه الصورة دكتور جعفر، يحمل هذه دكتور جعفر هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة المعسولة عند المواطن العربي للديمقراطية كما وصفتها، من أين أتت؟ هل هي وليدة ضخ من القبل المثقفين والكتاب العرب لغاية ما، أم من أين أتت هذه الصورة المعسولة؟ يعني أنه الدافع الأول هو الواقع المرير، هذا الواقع المرير الذي يعيش في العربي، هذا الاستبداد، كل هذه الأمور تدفع في هذا الإنسان للبحث عن الخروج من هذا الواقع المرير. ثانيا أن الإنسان العربي أتصور أنه أيضا هو لا أقول ضحية، ولكنما هو تحت هيمنة وسلطة الإعلام الذي يريد أن يصور ويعطي هذا المستوى الجميل والمنمق إلى الديمقراطية. أنا لا أشك بأنه الديمقراطية هي نتاج بشري جميل رائع ومثالي في نفس الوقت، ولكنما حينما نتحدث عن الديمقراطية، عن أي ديمقراطية نتحدث؟ نتحدث عن الديمقراطية بمفهوم جدا واسع. هناك ديمقراطية نقول أنها تكون نسبية، يعني ليس فقط أنه نختزل السلطة في الديمقراطية، جزء من الذي يكون ويمارس هذه الديمقراطية هو المجتمع. وفي الواقع يجب أن نأخذ الديمقراطية بأنها ليست دائما عذبة ودائما حلوة، قد تكون الديمقراطية أيضا مرة للمجتمع الذي لم يرقى بنفسه إلى مستوى من الوعي والثقافة لممارسة الديمقراطية. على كل حال هناك أنا بتصور أنه موارد كثيرة من خلالها استقى الإنسان العربي ليس الوعي وإنما هذا الانطباع، لأنه ربط حقوق الإنسان والمساواة والعدل وكل الصورة الجميلة التي حيكت في ذهنه نتيجة الإعلام ونتيجة حتى كما تفضل ضغط الواقع السياسي، نسمي أن المثقفين العرب الذين أتوا إلى الغرب ورسموا هذه الصورة في نفس الوقت في كتبهم وفي بياناتهم وفي إعلامهم، هم أيضا أثروا على المجتمع. هل هذه الصورة المثالية لدى الإنسان العربي من حقوق الإنسان وأيضا من الديمقراطية ومن التطور؟ دكتور جعفر لو أذنت لي أن أتوقف عند الديمقراطية موجودة أم لا، لو أذنت لي أن أتوقف عند قضية الصورة المعسولة، وكأني أفهم أن هناك نوعا من التعريض، وهذا حقك طبعا هذا رأيك بقضية الديمقراطية، لكن قبل ذلك أريد أن أنتقل إلى الخرطوم لأسأل عطفا على ما قاله ضيفنا الدكتور جعفر بأن الديمقراطية صورة معسولة في ذهن المواطن العربي، هذا يستلزم السؤال عن مدى وجود وعي كافي أستاذ غسان، وعي كافي عربي بالديمقراطية كظاهرة
أو كإطار للعملية السياسية. هذا الوعي أسأل عنه سواء على مستوى الساسة، على مستوى النخب المثقفة، أو حتى على مستوى الشارع العربي. شكرا أستاذ جهاد، شكرا لك على هذه الفرصة لضيفك الكريم ولقناتكم الموقرة. الحديث عن الديمقراطية حديث لا ينتهي، ولعل من المفاهيم الجدلية جدا، وسيظل الحديث مستمرا حول مفهوم الديمقراطية. بالنسبة إلى سؤالك حول مدى استيعاب ومدى تجذر مفهوم الديمقراطية في الوعي العربي في مستويات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية، أنا في تقديري وببساطة شديدة أنه ليس ثمة يعني تعريفا أو يعني تعريف شامل أو أدوات جاهزة لصناعة هذه الديمقراطية. هي مفهوم مثلها مثل أي مفهوم من المفاهيم. حينما نريد أن نتحدث عن الديمقراطية العربية ونتحدث عن الوعي الناس بها، نحن نعني أن هناك إمكان بأن نبيئ هذه الأدوات في بيئتنا الثقافية العربية، وأن يعني حتى منتجات التي يتم نقدها مثل حرية التعبير وحرية الإنسان بمفهوم الشامل، الديمقراطية أدوات، وبالتالي يمكن أن تكون هناك ديمقراطية عربية بهذا المعنى. وبالتالي يعني على خلاف رأي الضيف الكريم بأنه نحن لا نستلف معنى جاهزا من الديمقراطية، وبالتالي نلزم الوعي أيا كان في أي أمة وتحت أي معنى من المعاني الاجتماعية بتطبيقه. الثقافة العربية ولفترات طويلة ظل يتجاذب أكثر من تيار في تعريف هذه الديمقراطية. البعض نظر إليها باعتبارها منتج غربي، وبالتالي ينبغي الحذر منه لأنه عنده محمولاته الدلالية والقيمية والمعرفية، وبالتالي يخشى أن يكون أيضا جزء من محاولة تغريب بالغيب يعني هذه المجتمعات العربية. جزء آخر أنا معه يعني أعتقد بأنه المجتمعات بطبيعتها لا تستطيع أن تنهض، لا يمكن لها أن تعبر عن احتياجاتها ومتطلباتها، وعيها، أحلامها، رؤيتها للواقع المستقبل دون أن تمكن من هذا الحق من التعبير. إذن هي تحتاج هذه الديمقراطية حاجة رئيسة وحاجة ماسة وحاجة ضرورية. أي محاولة بالقول بأن المجتمعات العربية لا تفهم الديمقراطية، المثل بسيط، حتى الطفل يتعلم المشي بالسقوط، مش كده، يسقط ويقع ويقف وكذا، فيتعلم هذه الديمقراطية. المشكل يمكن أن يكون بأنه لم نستطيع أن نتواضع على معنى واحد لهذه الديمقراطية. ما الذي نريد بهذه الديمقراطية؟ النخب لها تفسيرها ولها يعني اجتهاداتها وحتى امتيازاتها التي تريد أن توضب بها هذه الديمقراطية. الشعوب تنظر إلى الديمقراطية كمتنفس حقيقي في أن تستطيع به أن توصل صوتها المكتوب. لا أحد يستطيع أن يقول حق التعبير، يعني دعنا من اللافتة إذا كانت ديمقراطية، إذا كانت اشتراكية، إذا كانت أي لافتة من اللافتات، هذا الحق في التعبير هو الذي يمكن هذه الشعوب من أن يصل صوتها وتصل مطالبها بالشكل الذي ينبغي أن يكون صادقا وحقيقيا. لذلك أنا رؤيتي أن الديمقراطية بهذا المعنى ما هي إلا أداة تسمح لكل طبقات المجتمع بمختلف وعيهم وإدراكاتهم وفهمهم وقدراتهم المعرفية حتى بأن يسهموا إسهاما حقيقيا في نهضة مجتمعهم، في التعريف بما ينبغي أن تكون عليه الأمور. لذلك أنا تقديري أن نتحدث عن الديمقراطية كأداة وليس كمفهوم يعني كامل مطلق شامل نستجيب هكذا بما يمتلك بما تكون فيه من عيوب. هو مفهوم بالتالي بطبيعة الحال وأيضا يمتلك خصوصية في المجتمع الذي ينفذ فيه. طيب، يعني أنت اعتبرت أن الديمقراطية هي الأداة الوحيدة التي يمكن أن تمكن للشعب العربي من التعبير عن آرائه وأحلامه وتطلعاته السياسية. لو سألت الدكتور جعفر الهاشمي في لندن، هل يفهم من كلام ضيفنا بأن ثمة تلازم بين تحقيق الحرية وبين الديمقراطية؟ بمعنى أو بكلمات أخرى، أنه لا يمكن للإنسان العربي أن يحقق حريته السياسية وحريته الاجتماعية والفكرية بمعزل عن الديمقراطية. هل ثمة تلازم حتمي بينهما أم الأمر خلاف ذلك؟ يعني أنا أتفق بأنه الديمقراطية هي أداة وهي شكل للسلطة وهي ثقافة اجتماعية وسياسية في المجتمع، وهي أداة في نفس الوقت، ومن أركانها هي حرية التعبير والحرية وحقوق الإنسان، كلها هذه تنضوي تحت دائرة الديمقراطية، وإن كانت بشكل نسبي، وإن كان ربما هناك تعريف مطاطة لحرية التعبير، أين يقف هذا حرية التعبير؟ ونحن نعيش مثلا الديمقراطية الفرنسية هذه الأيام حينما تنصدم مثلا في
إهانة عقائد لأكثر من أو ازدراء أديان مثلا. هل تقف هنا؟ هذه المفاهيم التي ترتبط فيها الديمقراطية هي نفسها تلك مفاهيم مطاطة ومفاهيم نسبية، ولا زالت كثير من المجتمعات والأنظمة السياسية أيضا حتى والنخب المثقفة تختلف في حدود وفي تعريف هذه المفاهيم. إذا أنا أتفق بأن هؤلاء، إنما السؤال هناك ثنائية أكيد. حينما سمينا الديمقراطية ديمقراطية وحرية التعبير حرية التعبير، حينما سمينا العدل الاجتماعي وسمينا أيضا الديمقراطية، هل أنها الديمقراطية هي المخرج والمسلك الوحيد الذي من خلاله يمكن للحاكم أن يمكن للمواطن حرية التعبير؟ هل هذا واقعا هكذا؟ التجارب الأخيرة التي مرت بها البشرية أثبتت بأنه من الممكن أن تكون الديمقراطية توصل المجتمع والإنسان إلى حرية التعبير والحرية والتقدم والمساواة وحقوق الإنسان، ولكنما ليس بالضرورة بأنه تكون دائما هكذا، لأنه الديمقراطية الشكلية في نفس الوقت قد تفرز لنا دكتاتورا، وقد تكون دكتاتورية ملبسة في غطاء الديمقراطية كما رأيناها مثلا. ونحن نعرف أدولف هيلتر هو خرج من صندوق الاقتراع والانتخاب، واليوم نجد هناك وجه مثلا فيه نوع من العنف للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية مارسه مثل دونالد ترامب، وهناك وجه آخر فيه نوع من المرونة إذا ما أخذنا بنظر اعتبار بالنسبة مثلا إلى الديمقراطية والديمقراطيين وجو بايدن. كل هذه صور حقيقة من أنا أرى تلازم، وأرى بأنه الديمقراطية الحقيقية دائما هي تفرز الحرية وتفرز المساواة وتفرز، لكنما شريطة أن تكون ديمقراطية تمارس بروحها وحقيقتها وأركانها وشروطها، والتي من ضمن شروطها أن يكون هناك وعي اجتماعي حتى يفتح المجال للمجتمع الواعي والمثقف أن يساهم ويشارك، وأن تكون هناك مؤسسات. هل يمكن نبحث اليوم في مجتمعاتنا التي لا زالت هي ترزح تحت وطأة الاستبداد؟ هل بنيت هناك دولة؟ هل بنيت هناك مؤسسات؟ هل هناك مجتمع وصل من حيث مستوى الوعي هو يبحث حقيقة عن الديمقراطية أم يبحث عن العدل الاجتماعي؟ نعم. هل يمكن للسلطة أن تحقق العدل الاجتماعي؟ وهذه نظرية طيب. ليست بجديدة، ونحن نعرف أنه برزت نظرية المستبد العادل، وهل يمكن للإنسان المستبد أن يحقق العدل الاجتماعي؟ وكثير من رواد الإصلاحات المسلمين أخذوا هذه النظرية، ولكنما البعض يرى طيب. أنه هناك مفارقة، لا يمكن أن يكون هناك استبداد نعم. وعدل، لا يمكن أن ينجمع، لا يمكن أن يجتمع دكتور. يعني لو أذنت لي العادي هو يبحث عن نعم. مساواة، يبحث عن العدل، من أين أتى؟ سواء كان نظام ديمقراطي أو غير ديمقراطي. أما بالنسبة للإنسان السياسي الذي يريد أن يحقق حقه في المشاركة السياسية للوصول إلى السلطة، ولا يرى بأنه تحقيق حرية البيان أو الحرية أو المساواة أو حقوق الإنسان بمعزل عن الديمقراطية ذلك يشكل عدلا أساسا، لأنه جزء من العدل هو مشاركته في طيب. السلطة السياسية. يعني أنت ترى التلازم بين الحرية السياسية أو حرية التعبير وبين الديمقراطية. لأسأل الأستاذ غسان في الخرطوم، هناك انعدام كامل لحرية التعبير السياسي، للمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات وإدارة الدولة على مستوى القواعد الشعبية في الدول العربية. هذا الواقع وهذا الغياب يجعل من الديمقراطية على الأقل في نظر عدد من الكتاب والمفكرين قضية ملتبسة مبهمة، بمعنى أن العرب عندما يتحدثون عن الديمقراطية حتى النخب المثقفة هم يتحدثون عن شيء يجهلونه. إلى أي مدى هذه المقاربة ناجعة؟ نعم، يعني نعترف تماما بأنه المفاهيم تتجزأ بالممارسة، مش كده؟ في ظل غياب الممارسة تظل هذه المفاهيم تتجرد أكثر فأكثر وتبتعد أكثر عن فضاء المعنى والتنفيذ. أنا في تقديري أن المجتمعات العربية ونظر التحولات الأخيرة التي جرت فيها، أن المعادلة أو الثنائية التي كان دائما يعني نشير إليها ما بين النخب والجماهير، السلطة والمثقف وكذا، الآن نحن أمام معادلة مختلفة.
إذا سألت أي مواطن عربي كما قلت في مقدمة حديثي، أيا كان تعليمه ولا معرفته ولا كذا، ستجد أنه يعني بالنسبة إلي أن هذه الديمقراطية هي ببساطة أن يملك الحق في أن يكون مشاركا في صناعة وصياغة الفضاء العام سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا. مسألة ضبابية المفهوم وعدم تعريفه، المفاهيم هي هكذا، تكتسب المفاهيم قوتها من الممارسة. المجتمعات العربية لم تعرف ممارسة ديمقراطية، بل لعله في أصغر حيز في المجتمعات العربية، حيز الأسرة يعني على هذا الأقل. لذلك المشكل، مشكلة الديمقراطية حينما نتحدث عن المجتمعات العربية، ويتعلق بالثقافة العربية نفسها. الديمقراطية التي نضجت في تجربتها الغربية ومرت ما مرت به وتعاني ما تعاني الآن من متاعب، هذا الأمر في سياق الحضارة الغربية. الثقافة العربية، إذا نتحدث بلسان السوسيولوجيا، يعني هناك مشكلات ومعترضات أساسية تواجه ليس فقط تعريف هذا المفهوم، بل وإنما يعني مجرد الإيمان بقدرته على إجراء التغيير. نحن مجتمعات مغلقة باردة لا تملك من القوة، قوة النقد والقوة والعقل النقدي ما يمكنها بأنها تتعامل مع هذه المفاهيم بالتجربة والممارسة. لذلك أكبر مشكل يواجه أو السبب الرئيس أستاذنا الذي يواجه هذه الضبابية المفهوم وهذا التشويش على مفهوم الديمقراطية ممارسة وقولا وتعريفا وكذا، هو غياب الحاضن المعرفي، أي الحقل الثقافي الذي يستطيع أن نستطيع أن نبيئ فيه هذه الديمقراطية. الثقافة العربية ثقافة جمعية، العقل العربي عقل غير نقدي ممتنع عن ممارسة النقد، تعبير بارد الذي ذكرت قبل قليل هو أكبر مشكل يمكن أن يواجه أي تحولات اجتماعية يمكن أن نجريها بالديمقراطية، أو حتى كما قال ضيفك الكريم من لندن موضوع العدل الاجتماعي. لذلك في تقديري أنه إذا أردنا أن نبدأ ونفكك يعني جدلية لماذا تغيب الديمقراطية، لماذا لا نملك حتى الآن تعريفا عربيا لها، فلابد أن نبدأ من هذا الحاضن، هذا المحضن، محضن الثقافة العربية. الديمقراطية عندها اشتراطات خفية وهي اشتراطات ثقافية داخل السياق الحضاري. الفردية شرط من شروط الديمقراطية، أن يملك one man one vote، هذه تعني أن الصوت الواحد على ما يملك من وعي يستطيع أن يقدم ما يسهم به في تغيير الخارطة السياسية، في تغيير السياق الاجتماعي والاقتصادي. هذه الثقافة العربية ثقافة جماعية، حتى في قاموسنا اللغوي الذي نعبر عنه في ثقافتنا العربية ما نسميه الآن ثقافة الأمة، ثقافة المجموع. أنا أعتقد أن هناك شغل كثير جدا ينتظر المنظرين والسوسيولوجيين العرب ليستطيعوا أن يفسحوا المجال داخل سياق الظاهرة العربية، ليتفهموا طبيعة الفرد العربي، ثم بعد ذلك ننطلق إلى أن نصنع فضاء عام نسميه الفضاء الديمقراطي، الذي يكون كل فرد فيه في هذه المجتمعات العربية قادر على أن يكون فاهم. إحنا مجتمعات الأمية تضرب فيها نسب كبيرة، لا أريد أن نسمي دول، يعني هناك دول أمية فيها 70-80%، فكيف نستطيع أن نتحدث عن مجتمعات لم تصل العتبة الأولى من إدراك ذاتها؟ أستاذ غسان، أشرت إلى نقطة مهمة حقيقة، هذا متعلق بمدى ملائمة المجتمعات العربية لهذه الظاهرة السياسية. هذا ما نبحثه ليس بعد هذه الفاصل، وإنما في الجزء الأخير من الحلقة، لكن الآن بعد الفاصل نبحث إلى أي مدى هناك نجاعة في الربط بين الانتفاضة العربية التي انطلقت من تونس قبل 10 أعوام وبين السعي إلى تحقيق الديمقراطية. نستأنف حديثنا بعد وقفة قصيرة. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد.
أهلا بكم من جديد في الحديث عن موضوع العرب والديمقراطية، ونحاور ضيفينا في هذا الجزء عن العلاقة المفترضة بين الانتفاضة العربية والسعي إلى تحقيق انتقال سياسي ديمقراطي في الدول التي شهدت حراكا. دكتور جعفر، يعني يطيب للكثير من الكتاب الربط بين هذه الانتفاضة وبين السعي لتحقيق الديمقراطية، يعني وتحدثنا عن مدى الوعي ومدى الإحساس بالحاجة إلى الديمقراطية لدى الشعوب العربية، وقد بيّنتم وفصلتم في ذلك مشكورين، لكن الآن هو في سياق الحاجات المتعددة للإنسان العربي، حاجات اقتصادية، حاجات متعلقة بالأمن، بتوسيع فرص العمل إلى آخره. ما مستوى حضور المطلب الديمقراطي بالنسبة للإنسان الذي نزل إلى الشوارع وطلب بإسقاط النظام؟ يعني أنا أتصور أنه الأنظمة المستبدة في المجتمع العربي استغلت هذه الانتفاضة ويعني أججت الصراعات وأفكت الصراعات داخل المجتمعات، وبالنتيجة حتى انفقد مفهوم السلم الاجتماعي الذي كان يتمتع به الإنسان العربي بشكل نسبي، وذهبت كثير من أبسط مقومات الحياة التي كان يعتاش عليها أو يعتاش بها الإنسان العربي، مقومات الحياة البسيطة والاعتيادية. ونجح المستبد أن يحول الأولوية إلى المشاركة في العملية السياسية وتغيير شكل الحكم إلى أولوية قد تأتي في يعني الدرجة الثانية. أصبح اليوم نحن نسمع يعني كيف بدأت هذه الانتفاضات، وهي تريد تغيير الأنظمة، إسقاط الأنظمة، تغييرها بشكل نظام جديد وحديث ومعاصر اسمه النظام الديمقراطي. ولكنما اليوم نسمع بأنه المجتمع والشارع العربي غالبا ما يطالب في لقمة العيش ورفع البطالة والشعور بالأمن الاجتماعي على أقل التقديرات. ولذلك نستطيع أن نقول بأنه المستبد نجح أن يزيع هذه الأولوية. أصبحت الديمقراطية بتصوري لدى المواطن أولوية تأتي بالدرجة الثانية، وإن كانت الشريحة المثقفة والنخبة والسياسيين يرون بأنه لا يمكن تحقيق هذا المطلب إلى المجتمع، هذا المطلب الاجتماعي، إلا من خلال نافذة الديمقراطية. نعم، في الانتفاضات وكانت هناك شرائح كثيرة، السياسي المثقف كان يرى بأنه يدفع في هذه الانتفاضات من أجل تكوين منظومة سياسية جديدة تؤمن للمجتمع ما يحتاجه، وفي ظل ذلك أيضا المواطن متأثرا بهذا الانطباع السابق الذي كان لديه من مفهوم الديمقراطية، هو وقف إلى جانب النخب السياسية والمثقفين والشريحة الواعية في المجتمع، وكلهم ذهبوا إلى الأمام من أجل تحقيق الديمقراطية. لكنما حينما واجهوا هذه الضربة من قبل المستبد، وحتى فلأقول أنهم من قبل دعاة الديمقراطية في العالم المتحضر الذين أصبح لديهم موقف مزدوج، وقف البعض منهم إلى جانب مصالحه التي يؤمنها له الدكتاتور والمستبد، وتخلى عن المجتمع، رأى المجتمع بأنه يجب أن يذهب الآن من أجل المطالبة بالحقوق، فلنقول ليست هي حقوق وإنما هي متطلبات طبيعية يحتاجها الإنسان من أجل أن يعيش حياة اعتيادية وطبيعية. لكن معذرة عن المقاطعة دكتور، معذرة عن المقاطعة، الوقت أنه نعم كمواطن طيب. عربي تراجع، ولكنما النخب السياسية والمثقفين طيب. لا زالوا يرون بأنه لا يمكن تحقيق هذا المطلب الاجتماعي إلا من خلال تدشين طيب. الديمقراطية. دكتور معذرة عن المقاطعة، أرجو أن تكون تسمعني، يعني في الإنسان العربي أستاذ غسان يعني يجد نفسه ضمن سلسلة من الحاجات التي قد لا تنتهي، يعني هو أمام بطالة، أمام وضع اقتصادي متردي، أمام تأمين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش، أمام الحاجة إلى الشعور بالأمن السياسي، الأمن البدني، الأمن الصحي، حاجات كثيرة. ما المكانة التي تحتله هذه الديمقراطية في سلم أولويات هذا المواطن العربي؟ النتيجة الذي جرى من التحولات الأخيرة في هذه الانتفاضات
أن هذه الانتفاضات صنعت الشعب، لم يكن الشعب ضمن المعادلة. الآن نستطيع أن نقول أن الانتفاضات العربية صنعت الجماهير وباتت جزءا وركنا أساسيا من أركان العملية السياسية. هذا النقطة الثانية المتعلقة بأن سلم الأولويات، بطبيعة الحال الاحتياجات لكل مجتمع تختلف، وبالتالي احتياجات المواطن التونسي مش زي السوداني، مش زي المصري، مش زي السوري وكذا. لكن يمكن أن نقول أن ثمت مشتركات تجمع هذه الشعوب. هذه الشعوب يعني تعيش تحت اقتصاد هش وداخل مجتمعات مركبة ومعقدة وغير محمية. يعني إحنا يغيب عندنا الأمن الاجتماعي نفسه، ضع عنك الأمن معناه العام يعني وكذا، وذلك بسبب يعني التعدديات المؤذية في المجتمعات العربية. يعني كان من المهم أن تكون التعددية نعمة من نعم المجتمع، لكن يبدو أن قدرنا في المجتمعات العربية أن تكون هذه التعددية هي واحدة من النقم، واحدة من المشكلات الرئيسية، لأنها تعدديات تضرب المعنى الذي يجمع المواطن، تضرب معنى المواطن. موضوعة أنه أين موضع هذه الديمقراطية، كما قلت لك تختلف الشعوب من شعب إلى آخر، لكن هناك شبه قناعة بأن الانعتاق من الظلم الاجتماعي والقهر السياسي وحتى الفقر بمعناه الكلي أن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلات على قناعة عند الشعوب العربية الآن هو أن نمتن وجود هذه الديمقراطية، أن نسمح بتغيير المعادلات السياسية، أن يكون للشعب صوت، مؤسسة حقيقية. أنا مقتنع تماما صراحة بأن طول تجاربنا الديمقراطية، ما يسمى يعني معقوفتين تجارب الديمقراطية والجماعة العربية، كانت هي محض كما نقول في الدارية السودانية استهبال بمعنى يعني تحايل، لأنه تنشأ مؤسسات شكلية يظن بأنه هذا مجلس شعب وهذا مجلس شورى وهذا مجلس أمة وكذا، لكن واقع الحال أنها مجالس وأشكال صورية لا تستطيع الشعوب فعليا أن تجد نفسها داخلها. الطريق السليم في تقديم حتى تكون هذه المجتمعات العربية قادرة على أن ترتب أولوياتها، أنه هذا الطغيان، طغيان النخب في إنتاج المعرفة السياسية عليها أن يتوقف. ترتيب حاجة أولويات كل مجتمع تختلف. أنا يمكن أن أحدثك عن مجتمعي، ما الذي يعني كيف يمكن أن نضع سلما وترتيبا لأولوياتنا السياسية والاجتماعية حتى نصل إلى بر الأمام بشكل أو بآخر. لكن المفتاح السحري دقت العبارة، أن نسمح لهذه الجماهير التي خرجت وعبرت عن صوتها بأن تكون شريك أصيل في صناعة هذه المؤسسات، وتستطيع أن تكون شريك أصيل بأن تغير من تكتيكاتها نفسها. أنا الآن صراحة عندما أنظر إلى بعض تجارب الربيع العربي والانتفاضات أتعجب بأنه خرجت هذه الجماهير، أسقطت هذا المستبد، أسقطت حكوماته، وكان شعارا متصلا موحدا الشعب يريد إسقاط النظام وكذا، لكن توقف وعيها وتكتيكها عند هذه اللحظة. لم تعرف يعني، وهذا يعني هذا مفهوم، أنه كانت هذه الحركات والانتفاضات على ما ظلمت وما حاق بها تتحرك بوعي رغائبي أكثر منه المشروعية السياسية. الآن هذه الجماهير عليها أن ترتد إلى معنى العقل، أن تتخلص عن هذا المعنى الرغائبي، وأن تفهم بأنه الظاهرة السياسية أو الفضاء السياسي يبنى يعني بأكثر من شرط. نحن الآن نتحدث عن العقلانية السياسية، نتحدث عن وهذا معنى مهم جدا جدا، الحرية الاجتماعية التي لها صلة مباشرة يعني بخصوصية كل مجتمع من المجتمعات. لذلك أنا لست متشائم، ولكن أنظر إلى الأمر كما قلت لك في دوائر مختلفة في كل مجتمع لآخر، لكن دون وجود عقلانية سياسية تخاطب مشكلاته بتفهمها ومعرفتها ورصدها ومراقبتها، أعتقد أن الطريق لازال طويلا بطبيعة الحال للحديث عن أنه هل علينا أن نتحدث عن الديمقراطية أو أن نسكت عنها لأنه عندنا مشكلات. أنا أفتكر لأنه في مشكلات فقر أو مشكلات غياب أمن نقول دعوا الحديث عن الديمقراطية فهي ترى، هذه آلية تمكن هذا المشتكي نفسه وهذا المتضرر نفسه من أن يسهم في حل مشكلته، لأنه لابد الآن من القول أنه دور النخبة بأنها قائدة ورائدة وتقود المجموع، هذا الكلام بات من مخلفات قديمة ليس الحقيقية. الشعوب الآن، هذه الانتفاضات، هذا الربيع الذي خرج صنع معنى الشعب،
حتى يمكن هذا الشعب من يمارس دوره. فلا يمكن أن نقول له لا حريتك في التعبير مغيبة لأن هناك مشكلة فقر. ليس لك ليس مسموحا لك بأن تساهم في تطوير ظاهرتك الاجتماعية الاقتصادية لأن هناك غياب للأمن. المجتمعات لا تدار هكذا. طيب في السياق ذاته دكتور جعفر، في السياق ذاته سياق ربط الانتفاضة العربية بالهدف تحقيق الديمقراطية، ثمة من يرى أن الشارع الذي انتفض أخفق من جهتين، أخفق في المرحلة الأولى في تظهير قادة قادرين على التعامل مع الأنظمة السياسية التي ثاروا عليها ومع المجتمع الدولي الذي كان يراقب ويتابع، هذا من جهة. من جهة ثانية أن هناك كان إخفاقا في ممارسة الديمقراطية في داخل هؤلاء المنتفضين بالشكل الذي أظهر الفردية الكبيرة وأدى إلى انقسامات حادة في صراع على الفصيل أو على الحزب أو على العشيرة أو على التيار، وبالتالي وصلنا إلى حقيقة أشبه بقول الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. بمعنى أن الديمقراطية شيء غير موجود عند المنتفضين. إلى أي مدى هنا يمكن الربط حقيقة بين الديمقراطية وبين الانتفاضة التي سعت إلى تحقيق هذا الهدف؟ يعني أنا أتفق مع هذا التحليل، ولذلك أقول بأنه كما يقول الكثير بأن الديمقراطية قبل أن تكون ممارسة سياسية هي ثقافة اجتماعية. المجتمع يجب أن يتحلى بمستوى من الوعي والثقافة، وأيضا النخب السياسية يجب أن تتحلى بمستوى من الوعي والثقافة حتى تتمكن من فهم الديمقراطية وأيضا إسقاط الديمقراطية على أنفسها قبل مجتمعها. نحن نلاحظ يعني كثيرا ما هناك من يرفع لواء الديمقراطية ويؤثر في المجتمع ويغير منظومة الحكم ويأتي بنظام ديمقراطي، ولكنما في موقف ما حينما مثلا يخسر في الانتخابات أو ينهزم لا يستطيع أن يطبق هذا الأمر لأنه يشعر بمرارة ويشعر بأذى، وبالنتيجة هو يحاول بشكل من الأشكال أن يغلف ذاته أو ذاته المستبدة في هذا الغطاء رغم أنه يمارس أثيوقراطية وليس ديمقراطية. أحيانا الحرية بالنسبة إلى الإنسان الجاهل وبالمجتمعات الجاهلة هي تتحول إلى كارثة وتتحول إلى فوضى، والديمقراطية أيضا في نفس الوقت سوف تعطي نتاجا سلبيا حينما يكون المجتمع مجتمع غير واعي غير مثقف. النخب السياسية حينما لن تؤمن إيمانا حقيقيا ليس بمفهوم الديمقراطية بل بجوهر الديمقراطية بروح الديمقراطية هي دائما يعني تتقلد هذا الرداء رداء الديمقراطية، وحينما تصل إلى سدة الحكم تنقلب على مفاهيم الديمقراطية وعلى كل من ينادي في الديمقراطية. لذلك من الضروري أن يكون هناك مستوى من الوعي في المجتمع، هناك مستوى من الوعي. نحن نعرف حتى في المجتمع الغربي الديمقراطية لم تلد من رحم النظام السياسي وإنما ولدت من النظام الاجتماعي، يعني الطبقة البرجوازية لعبت دور في هذا الأمر حينما كانت منفكة من حيث الملكية مع الحاكم واستطاعت أن تؤسس مؤسسات اجتماعية، وهذه المؤسسات هي التي مهدت أن ترفع مستوى الوعي في المجتمع وتقود النهضة، ولا أسميها الثورة، في المجتمعات بعض المجتمعات الغربية حتى وصلت إلى الديمقراطية. وبناء على ذلك من أجل أن تكون ديمقراطية حقيقية نحن بحاجة إلى مستوى من الوعي وبحاجة إلى مستوى إلى الإيمان وبحاجة لمستوى من تنفيذ قوانين صارمة، مؤسسات قانونية صارمة قوية لديها قابلية التنفيذ توقف هؤلاء الذين حتى وإن كانوا قد آمنوا بالديمقراطية ولكنما في الممارسة ربما يزيدون عن هذه الديمقراطية. كل تجارب المجتمع الغربي التي نجحت فيها الديمقراطية جاءت هكذا. النقطة الثانية لأنه ليس بالضرورة دائما هناك يجب أن يكون حرب وصراع بين المنظومة السياسية الحاكمة وبين من ينادي بالديمقراطية. في المجتمعات الغربية الأنظمة الملكية التي كانت خلق نوع من الفضاء للمصالحة بدفع من المجتمع والثورات والنهضات والمثقفين،
فلن تنصدم كثيرا بقدر ما أنه دفعت بالأنظمة الملكية لقدر ما أعطتها هامش من السلطة في نفس الوقت، ولكنما في مرور الزمن هي دخلت إلى المنظومة السياسية واستطاعت أن تصلح المجتمع وترفع الوعي الاجتماعي وتؤسس إلى منظمات ومؤسسات وأحزاب. هذا واضح دكتور، نجحت في الديمقراطية. طيب هذا لا زالت قائمة نحن لدينا في مجتمعنا. فلن نأخذ مثلا عابراً مثلا إذا ما لاحظت قبل المثال دكتور جعفر، يعني قبل المثال لم يبقى لدي وقت، يجب أن نذهب إلى فاصل دكتور جعفر. المذهبي على سبيل المثال حينما يأتي مثلا رجل دين أو رجل مذهبي على المستوى وهو يتحكم في أدق تفاصيل السلطة ليس بتمثيله، وإنما المجتمع هو الذي يتبعه وهو يشكل مرجعية بالنسبة إلى هذه المجتمع، وبالنتيجة حينما أمر بأن ينتخب المجتمع ينتخب شخصا ما أو حزبا ما، ذهب ذلك المجتمع الذي اليوم يشعر بالويلات مما انتخبه. طيب. ويلعن نفسه ألف مرة. دكتور أنا أعتذر عن مقاطعتك، أعتذر عن مقاطعتك، يعني الوقت يضيق ويجب أن أذهب إلى فاصل، لكن قبل الفاصل أتحول إلى الأستاذ غسان جعفر، الأستاذ غسان علي في الخرطوم. أستاذ غسان سريعا قبل أن نذهب إلى الفاصل، ثم من يقول إن النخب الديمقراطية الليبرالية في الدول العربية هي من يضعف شعبية هذه الظاهرة السياسية عند العرب من خلال فهمهم أن الديمقراطية فقط هي نسف المقدسات ونسف المسلمات عند العرب. ويمكنك أن تنظر إلى الليبراليين الديمقراطيين السعوديين أو المصريين أو التونسيين، يقول لك أصحاب هذا الرأي. يعني الذي يفهم أن الديمقراطية هي هجوم على يعني المقدس أو الهجوم على قناعات المجتمع، فهذا أول فعل غير ديمقراطي. غير ديمقراطية شرطها أنك أنت تحترم رأي الأغلبية، مش كده؟ لذلك حتى إطلاق صفة ديمقراطيين على من يقوم بهذا الأمر أعتقد أنه غير دقيق وغير سليم. لماذا؟ قلت قبل قليل أنه حينما نصف أن هناك شخصا يملك مشروعا ديمقراطيا، إذا ركن واحد في هذا المشروع أن يكون قادرا على فهم طبيعة المجتمع الذي هو فيه، وحتى يكون قادرا على تفهم هذه الطبيعة يعني أنه يحترم ما يحترم هذا المجتمع. هجومه ومزايدته وتعاليه ورفضه وادعاء معرفة أعلى من مجتمعه، هذا نفسه فعل غير ديمقراطي. طيب أعود إلى لندن مرة أخرى دكتور جعفر. الآن هل التحدي الذي ينتظر العرب في المرحلة المقبلة في هذه الأيام هو السعي إلى إنجاز نظام سياسي ديمقراطي، أم السعي إلى إنجاز وعي شعبي وإدراك بأهمية وقيمة هذه الظاهرة كخلاص لهم في المرحلة الأولى؟ ما التحدي الذي ينتظر العرب؟ يعني هو كلاهما شرطان أساسيان لتحقيق الديمقراطية، رفع المستوى الاجتماعي والإصلاح السياسي في المجتمعات أو في الأنظمة العربية. هل الأنظمة العربية لديها هذا الاستعداد أن تقوم بإصلاحات ولو تدريجية لفترة زمنية وتمكن أنظمتها، تغير أنظمتها إلى أنظمة؟ هذا سؤال لا أستطيع أن أجيب عليه، ولكنما التجربة أثبتت بأنه لا يوجد هناك أمل كبير في هذه الأنظمة أن تصلح إلا بعض الموارد وتحت الضغط، وهذا ليس معناه بأنها لديها قناعة لديها إيمان في هذا التوجه. المجتمع من جهة أخرى أيضا، هل هو لا زال يعني رهينة هذا النظام المستبد حتى يثقفه ويرفعه إلى ذلك المستوى؟ أتصور بأنه الثورة المعرفية وأدوات التواصل الاجتماعي وأيضا الانطباع الإيجابي الذي تكلمت عنه في بداية الحلقة من الإنسان العربي في الوطن العربي عن أن في الغرب كل ما حصل من تقدم وازدهار وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان هو نتيجة هذه الديمقراطية، كل هذا يساعد في رفع مستوى الوعي وخلق نوع من الثقافة لدى المجتمع. أيضا لا ننسى بأنه هناك العولمة التي تدفع وهناك تدافع سياسي ليس بالضرورة يكون ناجم عن إيمان، ولكنما ناجم عن مصالح أيضا يدفع في قضية في عجلة حقوق الإنسان وحرية التعبير، وأيضا رغم كل ما عليه من مآخر، كل هذا أنا باعتقادي سوف يساعد في دفع الأنظمة وأيضا في دفع المجتمعات
باتجاه الديمقراطية، لأنه الديمقراطية وكما تفضل ضيفكم الكريم اليوم هي لم تعد ديمقراطية غربية بقدر ما أصبحت موروث بشري ونتاج بشري لكل المجتمعات البشرية. وأيضا الجميع لا يقول بأن الديمقراطية هو النظام الأمثل والأكمل في العالم، ولكن ما يرى بأنه النظام الأفضل مقارنة إلى بقية الأنظمة. ناهيك عن أنه حتى الديمقراطية في الغرب الآن بدأت أحيانا هنا وهناك تشعر في ممارساتها، ولا أقول كمنظومة وكفكرة، في بعض التشوهات وبعض المآخذ. نحن نسمع حتى أصواتا أخيرا خلال الأسبوع الماضي من بعض الأنظمة العربية أو من ينتمي المثقفين ينتقدون الديمقراطية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي مكان آخر، وهذا يدفعنا بأن الجميع الآن في المجتمع البشري يشعر إلى مشاركة نقدية لممارسة الديمقراطية، لمفهوم الديمقراطية، لإسقاط الديمقراطية على الممارسة السياسية في المجتمعات. كل هذا أتصور أنه يدفع في المجتمعات أن تقترب لتحقيق هذه المنظومة، وتبقى الديمقراطية هي السبيل ربما الأوحد الأفضل الآن لما يطمح له الإنسان العربي وحتى العالم، التي ترى مصالحها أحيانا مرتبطة ارتباطا وثيقا في تحقيق الديمقراطية في هذه المجتمعات على أقل التقديرات، كي يوقفوا كثير من المساوئ التي تنعكس انعكاسا سلبيا أيضا على أنظمتهم ومجتمعاتهم ودولهم. طيب أستاذ غسان، فهمت من كلامك في مستهل الحلقة أن الديمقراطية ليس بالضرورة أن تكون التي تطبق في الدول العربية، في السودان البلد الذي تعيش فيه مثلا، ليس بالضرورة أن تكون نسخة مطابقة لما هي عليه الحال في فرنسا أو في أمريكا. إذا ما فهمت كلامك صحيحا، كيف يمكن تعزيز قيم الديمقراطية المنسجمة مع المجتمعات العربية وتحويلها إلى حاجة مجتمعية؟ لأنك قلت أيضا أنه لا يمكن الدفع بالديمقراطية أو كما قال ضيفنا من لندن إلا من خلال طبقة سمها برجوازية، سماها برجوازية، هي التي تؤسس وتمهد لحصول هذا المفهوم على أرض الواقع. كيف يمكن تعزيز قيم الديمقراطية وتحويلها إلى حاجة مجتمعية في الدول العربية؟ يعني بداية الآن المجتمعات العربية على في مستوى متقدم بفهم موقع، ليس كما كان الأمر قبل 50 عام. الآن أنا كما قلت العبارة قبل قليل أن التحولات الأخيرة صنعت الشعب، صنعت الجماهير، لذلك الطريق ليس طويلا. يعني إذا نتحدث عن المعنى السياسي للديمقراطية، يعني التعليم طبعا الآن لعله هو الحل الأوحد الأقوى والأسرع بأن نجزر يعني معنى الديمقراطية في المجتمعات العربية. ببساطة أن نجزر معنى الإنسان في المجتمعات العربية. الفرق ببساطة دون النظر لتجليات التجربة الديمقراطية في فرنسا أو في ألمانيا أو في إيطاليا أو في أمريكا مقارنة بالتجربة العربية، الذي هو غائب في المعنى السياسي الإنسان. مفهوم الإنسان غائب سياسيا، غائب في الظاهر السياسي. ومفهوم الإنسان الذي أتحدث عنه يعني ليس المعنى ليس معنى يعني فيسيولوجي، يعني إنما معنى سيسيولوجي، معنى اجتماعي. فكرة الفرد التي ذكرتها قبل قليل مهمة، وهناك طرق يمكن أن نبدأ يعني يمكن ندخل بها. التعليم الآن هو برضو واحد من المشكلات التي يعني تجعل فكرة حرية التعبير وحرية الرأي واستقلالية الفرد غائبة أو على أقل تقدير معتمة، يعني غير واضحة. لذلك نحتاج إلى مناهج جديدة في التعليم. نحن الآن حينما نشتكي من أنه سمى التفلتات هنا وهناك على الراسخ والراكز في تراثنا وثقافتنا العربية بسبب هذه الميديا الجديدة، يعني هذه شكوى العاجز. أنا في تقديري نحتاج إلى ما سماه باولو فيريري الفيلسوف البرازيلي المعلم العظيم في كتابه الشهير تعليم المقهورين في الخمسينيات. نعم. قال أنه نحتاج إلى تعليم حواري وليس تعليما بنكيا، لأنه لا زال التعليم في المجتمعات العربية هي فكرة أن تستودع في هذا الطالب، في هذا التلميذ، في هذا الطفل معلومات. مبدأ لذلك نادى فيريري في وقت سابق جدا نحتاج إلى تعليم حواري. أشكره. هذا التعليم يصنع الفرد، يصنع استقلالية الفرد، يملك قدرات نقدية في زمن باكر من تطور ووعيه.
لذلك مناهج التعليم الحاضرة الآن نعم. هي عقبة كؤود وعقبة رئيس نحتاج أن نغيرها. والوقت أيضا دون تغيير هذه والوقت عقبة تمشي. كؤود لمتابعة هذه الحلقة معك بالرغم من قيمة ما تقوله وكيف ذلك ضيفنا في لندن. أشكرك أستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث السوداني، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم، كما أشكر ضيفي الكريم المكرم الدكتور جعفر الهاشمي الحقوقي والباحث في شؤون الشرق الأوسط. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام، في حراسة الله.